الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبس الجبال وبس مكان تباء مبثا وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكسب معين لا يصدرون عنها ولا يزهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال الدرع المكنون جزاء بما كانوا يمنون لا يسمعون فيها ولا تاذيما إلا قيل سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخضود وقح منضود وذل ممدود وماء المسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أجمعنا إن شاء فجعلناه الأبكار عرب أطراف لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وأصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكسب معين لا يصدرون عنها ولا يزهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال الدرع المكنون جزاء بما كانوا يمنون كنزو
تجلى لما رأى فلا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله يا ربي حديثي وارحمني بخير الغايث واجعلني كصيد الليث يا حميما يدخل حيما واجعل مسكني ليس لي سواك من جاء وعملي علي حجة وذنبي فضلك غطى وحصنك إلي ملجا نور على نور جلد به القرآن تنزل صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم مشكاة النور الكون حتى يظهر بك متجمل صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أنت في الأظهر الكون منك تمثل من حضرات القدس جئت وأنت فيها لم تزل صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد كنت قبل الكون كنت والآمد مثل الأزل مطلقا كنت فصرت
بالقيود متدام إلى الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله تجلى لمن رأى خذ شفان القلب لا إله إلا الله صلى الله على صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم جمال إذا شئت أن ترى عليك خيرا كلمات لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله على نبي ثبت يا ربي حديثي وارحمني بخير الغيث واجعلني كصيد الليث يا حميما يدخل حيما واجعل مسكني ونومتي صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم جودك يا ربي نترى ليس لي سواك من جاء فضلك غطى وحصنك إلي ما ألجا لا إله إلا الله سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا
المؤمنين أو المؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ثم نظر الحسن كأنكم في عيون الناس أصغر الله لا إله إلا الله مولانا الله قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى أن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
ولقاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي اتخذت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي المعقوف ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليغفر الله ذي رحمته من يشاء وتزيلون عذر الذين كفروا منهم عذابا اليما. صدق الله العظيم. سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا فجميع عهدك ذمة ووفاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء آل حمد لله أما رأت عيني والشكر لله لقد زال صوني لقد زال صوني عانت الأبصر يوما بعد ظاهر يوما بعد ظاهر أقول رضا الرحمن ثم رضاكم عليها النوم حتى تراكم اعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم
إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها
الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا فسهل أمورنا وأمور المسلمين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ومع هؤلاء الوجوه المباركة يجمعنا جميعا ووالدينا والمسلمين في دار كرامته وفي مستقر رحمته مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل لهذا الفقيد سي صالح بكور الذي نحن مجتمعون بسبب رحيله وانتقاله من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية نسأل الله عز وجل أن يجدد عليه الرحمات اللهم وسع عليه في قبره مد بصره وأعطه كتابه بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا وارحمنا نحن إذا جاء دورنا وارحمنا إذا جاءت نوبتنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ثم أما بعد أحباب الكرام الكلمة بإذن الله عز وجل تكون حول مكانة وعظمة ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل وما أحلى الكلام عن رسول الله
والله إن الكلام عن رسول الله رفعة لنا، به تعلو الهمة، وبه ترتقي النفوس. بالكلام وبالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلين وتخشع القلوب. بالحديث وبالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزين المجالس. أحبابي الكرام، الله عز وجل أنعم علينا نحن المسلمين والحمد لله بنعائم لا تحصى ولا تعد. ربي كرمنا ونعم علينا واحد النعائم، لو كان بغينا ندير واحد الليستة واحد الدفتر ونبدأ نسجلو في النعام وفي الخيرات اللي تكرم علينا بها الله عز وجل، ما غادي شيء نكمل نهائيا. وإن تعدوا كما قال ربنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة ديال الصحة، والنعمة ديال المال، والنعمة ديال الرزق، والنعمة ديال الأولاد، والنعمة ديال الأمن، والنعمة ديال الوطن، والنعمة ديال النسيان، والنعم كثيرة، وأعظمها النعمة ديال الإسلام. أن جعلنا الله عز وجل من المسلمين، أن جعلنا الله عز وجل كنعبد الله سبحانه وتعالى، أن جعلنا الله عز وجل من أمة رسول الله. هذه نعمة من أعظم النعم، أن جعلنا الله عز وجل من أمة رسول الله. اللهم اجعلنا من أمته، وشفعه فينا يوم لقائك يا رب العالمين. أحبابي الكرام، يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اسمعوا يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب. والله العظيم في هذا الحديث بكى النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وهو على قيد الحياة، كما بكى عليه الصلاة والسلام على أمته ساعة يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله، اليوم الذي ينتظر فيه الخلائق الشفاعة من الأنبياء والمرسلين. وكيبدأوا من آدم عليه السلام، ويزيدوا لنوح عليه السلام، ويزيدوا لموسى، ويزيدوا لعيسى، ويزيدوا لإبراهيم إلى غير الأنبياء. فالكل، أي جميع الأنبياء، إلا ويقول: نفسي نفسي نفسي. فيقولون: اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد. فيخر النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت العرش، فيقول له الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قلت في هذا الحديث الصحيح الذي قرأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام قول الله في إبراهيم وقول الله في عيسى عليه السلام، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. هذه هي الرحمة المهداة، وهذا هو رسول الله الذي أكرمنا به ربنا عز وجل حين قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسول الله الذي كان يشد كما جاء في الحديث في حجزنا كي لا نقع في النار. شد لنا في الموضع ديال الحزامة عند الحجز باش ما نطيحوش في النار، ها باش ما تحرقناش نار جهنم، أي خايف علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يحق لنا أن نفتخر وأن نحتفل وأن نصلي وأن نزين المجالس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي شدك في الحزمة ديالك وخايف عليك لا تمشي تطيح في نار جهنم. هذا الذي يبكي ويدعو الله عز وجل فيقول اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل فقال له يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته. ثم جاء في المرة الثانية أرسله الله وهو يعلم ذلك فقال له يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرضى وأحد من أمته في النار، ولهذا قال له الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما يرضى سيدنا رسول الله ورجل من أمته أو امرأة من أمته قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتخلد أو يخلد في النار. فقال عليه الصلاة والسلام لا يخلد في النار يا بشرى لنا، لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. ولا يدخل النار من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتعالوا بنا أحباب الكرام لنتأمل وننظر كيف عظم الله عز وجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف شرفه، وكيف أعلى منزلته، وكيف زكاه في كل شيء، زكاه في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره ما كذب، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في صدره فقال له ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال له ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في علمه فقال له علمه شديد القوة، وزكاه كله فقال له وإنك كاف الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم حسن أخلاقنا. لما سئلت أمنا عائشة هذه المرأة الطاهرة العفيفة التقية النقية المؤمنة أم المؤمنين، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، حينما يمشي وكأنما القرآن يمشي على قدمين، هكذا كان رسول الله رحيما حليما كريما
كل الأخلاق جمعات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تلد النساء، وأفضل منك لم تر عيني قط يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب، صلوا على الذي بكى علينا في الدنيا وبكى علينا تحت العرش وهو ساجد يوم القيامة. ألا يستحق منا أن نصلي عليه؟ سئل من البخيل يا رسول الله؟ قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلوا على من قرن الله طاعته بطاعته. اللهم صل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قرن الله طاعته بطاعة نبيه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قرن الله ذكره بذكره، فكلما قال المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا كتب عباش وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أحباب الكرام كيف تأدب الخالق سبحانه مع حبيبه حتى في مقام النداءات. لما بغى ينادي على الأنبياء كينادي عليهم بالأسماء ديالهم، يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا زكريا يا إلى غير ذلك. لكن حينما أراد أن ينادي على الحبيب ما نادى عليه باسمه المجرد في القرآن الكريم، نادى عليه بأحب الأسماء إليه، فناداه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. هكذا أحبابي الكرام، فرسول الله أو ميلاد رسول الله ونحن نعيش في شهر مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ميلاد رسول الله هذا النور المحمدي، ميلاده عليه الصلاة والسلام كان فاصلا بين عهدين، ميلاده وبعثته وخروجه إلى هذا الكون وإلى هذه الأرض كان فاصلا بين عهدين، فاصلا بين عهد الظلمات والنور. ميلاده وبعثته عليه الصلاة والسلام كان فاصلا بين عهد الشرك والتوحيد، كان فاصلا بين عهد الظلم والعدل. فأحبابي الكرام إذا قرأنا التاريخ قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت تعيش البشرية، البشرية كيفاش كانت كتعيش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش معيشة الضلال، حائرة، تائهة، ضالة، منحرفة، معيشة البهائم، أي القوي يأكل الضعيف، الحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال، شرابهم الخمر وأكلهم السحت وتجارتهم الربا وآلهتهم الأشجار والأحجار والأوثان. حتى المرأة هذه البنت التي كرمها الله وكرمها الله عز وجل في كتابه العزيز حكى لنا القرآن الكريم كيفاش كانوا كيتصرفوا مع البنت لما كتزيد عندهم البنت. يقول الله عز وجل في الجاهلية في قبل بعثة النبي، نحمد الله ونشكره أن جعلنا من أمة رسول الله، أننا كنعرفوا الحلال ونعرفوا الحرام، نعرفوا هذا يليق وهذا لا يليق، أننا كنوحدوا الله ونعبدوا الله عز وجل.
هناك أمم وصلت إلى ما وصلت من الابتكارات ومن ومن ومن، وما زالون إلى يوم هذا يعبدون الفئران ويعبدون الأبقار ويعبدون الأحجار ويعبدون النار ويعبدون ويعبدون ويعبدون. أحمد الله واشكره أنك تعبد الله أيها المسلم الذي يستحق العبادة ويستحق الشكر. نعم أحبابي الكرام، قلنا البنت في الجاهلية لما كتزيد عندهم البنت كيقبضوها ويدسوها هكذا في التراب وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لكن لما جاء القرآن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبق ذكر الأنثى فقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهن أي في البنات من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين وضم بين السبابة والوسطى، قال كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم أحبابي الكرام، قبل مجيء رسول الله كان الناس يعيشون في الظلمات، كان الناس يعيشون في الأوحال، كان الناس يعيشون في الضلال، فلما جاء هذا النور ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضوت به الدنيا، هذا النور الذي كان تعبيرا لرؤيا آمنة بنت وهب، شكون هي؟ الأم ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول لما حملت بسيدنا رسول الله بهذا النور رأت نورا قد خرج من بطنها ملأ مشارق الشام، ضوت الدنيا كاملة. هذا النور أحبابي الكرام ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمله عبد الله بن عبد المطلب اللي هو بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ديال سيدنا محمد، كان يحمل هذا النور في ظهره يخرج من بين الصلب والترائب. نعم هذا الإنسان المرحلة الأولى كان خرج من ظهور آبائنا إلى بطون أمهاتنا أحبابي الكرام. هذا النور لما كان في الظهر ديال سيدنا عبد الله بن عبد المطلب كانت نساء قريش كما جاء في كتب السيرة كلهم كيتمنوا يتزوجوا بهذا عبد الله بن عبد المطلب. علاش؟ لأنه كان يحمل النور ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله هذا قال لك لما تزوج بآمنة ها بنت وهب وخرج النور الذي كان في ظهره وانتقل إلى بطن آمنة، فبدأ هو بدك يعرض رأسه على نساء قريش حتى واحدة ما بغات تشوف فيه ولا تدي. علاش؟ ذاك النور ذهب انتقل من مكان إلى مكان. أحبابي الكرام يجب أن نعلم أن بهذا النور الذي كان يحمله عبد الله بن عبد المطلب هو السبب في النجاة ديال أنه ما يتذبح شيء عبد الله بن عبد المطلب. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، من جاءت هذه القصة ديال ابن الذبيحين؟ ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا هذا الحديث ونعود الأول نشرحوا هذه القصة ديال ابن الذبيحين زيان تعرفوا شوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم
واصطفاني من بني هاشم، أي الجد ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي بدا من سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وزيد 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 حتى كان وصلوا لعبد الله بن عبد المطلب ابن الذبيحين. هذا أحبابي الكرام، في يوم من الأيام كان عبد المطلب، شكون هو؟ شكون هو عبد المطلب؟ جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد نذر نذرا لله عز وجل في الجاهلية، وهذه في الحقيقة قصة مؤثرة جدا. شوف كيفاش كانوا في الجاهلية يوفون بالنذر، أي لعط العهد لله عز وجل، ما خصوش يخلف هذاك العهد. والذين يوفون، ها الإنسان خصو يوفي بالعهد ديالو، هذه جاية في صفة المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لعهدهم لأماناتهم وعهدهم راعون. عبد المطلب أعطى واحد النذر واحد العهد لله عز وجل، قال لا فالشمس والأقمار من نورك البراق، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، حيراني معنا، الله 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 شمسك لا تغيب بها طاب أنسي، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، قد كان في عما، الله 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 والأرض كالسماء، أحب لقى الأحباب في كل ساعة، لأن لقى الأحباب في المنام طامع
لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع يا لبان بلوغ الحقيقة الله 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 منادي الله 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 منادي يا طالبان بلوغ الحقيقة أذنوا فإن الوصل بصعبة الله 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 منادي الله 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 منادي فإلى سبيل الله دعوتي على بصيرة من ويقظتي الله 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 منادي الله 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 منادي يكون فاني عنك موجود بي ولا أتصير باقي بمهفوف بنطق الله 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 منادي الله 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 منادي إذا رفت المعنى في الحس لاحظ سنة فلكون قايم به موجود بمن تاوى الله 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 منادي الله 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 منادي إذا كرت مني الملجد والحزن معاه وكون لله بالله بالله ولا غير نساء الله الله